قابلوا معي شبيه رونالدو وشبيه نيمار. انت الناس مين بيشبهوك؟ من انا وصغيره انجلينا جولي. رميم رعباني شبيهة هيفا وبي. مساء الخير رميم. لاين لهون لعندك يا مالك حبيب القلب. يعني وين بدنا نروح؟ وين نروح؟ ما في محل نروح له الا لهون. يعني انت حسيت انه في شبه؟ انت لاحظت الناس صارت تقول لك؟ من بداية عهده للرئيس سعد. نعم من بداية عهده تحس العالم عم بتقول لي انك عم بتشابه سعد الحريري. بيعيطوا لي قبل الفترة هيدي الشيخ رفيق او ابو بهاء. من ايمتى يعني بلشوا يعيطوا لي؟ يعني تقريبا بال 2000 او شيء. نعم شبيه عبد الحليم حافظ كما تقول. بأي عمر بلشت تحبه لعبد الحليم؟ عبد الحليم حافظ بلشت أحبه من يوم ما كان عمري 10 سنوات. نعم تقريبا. أنت اليوم شاب بتحبه لرونالدو، أنت صرت تعمل أنه تشبهه أكثر؟ إيه؟ إزاي؟ يعني أنا بحبه كريستيانو في طريقة لعبه. بعد ما الناس انتبهت للموضوع بتاع الشبه بتاع كريستيانو يعني بقيت أحاول أن أنا أقلده أكثر يعني في الموضوع. فبدأت أعمل ستايل شعره الشهر. انت صرت تشوف انك بتشبهه يا الناس تقول لك انك بتشبهه؟ لا الناس تبعت للشعر اكثر مني. وكيف صرت تستفيد انت من هيدا الشبه؟ استفيد هاي الشغله قربتني من الناس اكثر، حسيتها بتقرب للناس اكثر خاصه في فتره المونديال. وهلا بتحب تصير تشبهه اكثر يا بتحب لا تنفصل تقول انا بدي اكون كريم ما بدي اكون بشبه نيمار؟ لا اكيد بفضل اكون كريم. بشو بشبهوك بانجلينا جولي؟ انه مفروض ملامح وجهي، انه العيون تم المخار. لما انت بتشوفي حالك على المرايه بتشوفي انك بتشبهيها؟ مش دائما، اوقات. هيدا الشيء اكيد بيبسط انه يكون عالم شبهك بانجلينا جولي. في الاخر جولي ايقونه من الجمال ومن اجمل سيدات العالم بيعتبروها الناس. انه منا ما حقول انه انا بنزعج انه انا لانه بيقولوا لي بشبهها، بس ما كثير يعني انه ما بحب كثير لما بتزيد القصه عن حدا يعني. ليه؟ لانه كل شخص عنده شخصيته، انه عنده شخصيته، واذا كان عنده طموح بيشتغل على حاله اكيد ما حيحب يكون بيتشبه لشخص ثاني. انه بفضل انه اعرف كماجي فرحات مش كانجلينا جولي او اللي بتشبه انجلينا جولي. وإذا بدي يكون حلو ولا بدي يكون بشع ولا شو ما بدي يكون بالحياة تكون لشخصيتي أنا، وبالنهاية عندي ثقة فيها. في أشياء كثير بشخصيتي أهم من هيدا الشيء. أنا ولا مرة قلت إني بشبه هيفا، الناس هي بتشبهني فيها، مع إني أنا كثير بحبها لهيفا ومن الفانز تبعها، بس أنا ريمي. إيه بس مين ما بحب هيفا يا رب؟ مين ما بحب؟ مين؟ كل مين؟ ريمي بشو بتشبهيها لهيفا؟ بشو؟ هي بتشبهني. بدي ارجع اسالك نفس السؤال، بشو بتشبهي هيفا؟ انا قلت لك انا ولا مره قلت انه انا بشبه. بشو الناس بتشبهوكي بهيفا؟ وقت العالم بتشوفك بشو بتشبهك؟ ما بعرف يعني وقتها بكون ماشي بس عم تحكي مثلها هلا. لا انا هيك. انت بالاساس هيك بس عم تحكي شو يعني في طريقه هيفا عم تحكي فيها؟ لا يعني لو بتعرف اللي بيعرفني انا مزبوط من قبل بيعرف انه هيدي انا، بس يمكن انت اول مره بتتعرف علي وهيك فبتقول مثل غيرك بقول لي انه مثل هيفا او بفكرين بتقلد هيفا. مش صحيح هالشيء؟ طبعا لا. بعمر ال40 بلش الشبه؟ نعم. هيك فرد مره؟ ايه بلش، صار مثلا انا بدك تاخذ من الصغير مش اللي من الكبير، الكبير يمكن بيفكروا انه اوقات بس انت تفكيرك بتفكروا انه عم تمسخر عليك ولا شيء، بس الصغير بيقول لك ايه حطوا وليد باك على التلفزيون، لك عمي مثلا، ابن خيي مثلا. نعم. لك عمي وينه على التلفزيون، عارف كيف؟ صرت انا بطلع يعني مزبوط انه صرت قريب له شوي. وقت بلش يقولوا لك انه في شبه لوليد جنبلاط، شو صرت تعمل؟ صرت تعمل امور لتزيد الشبه ام لتخفف الشبه؟ لا لا عادي عادي، ما فيك تزيده اساسا. لا انه من طريقه كلامك، من طريقه لبسك، لا لا بطريقة عادي، انا بمشي مثله.
بالأساس. أنا بالأساس بمشي مثله. هلا هو مشته حلوة كتير يعني. ما في واحد يقول ما إنه مشته حلوة يعني. بيمشي كيف ما بده وبيوصل لوين ما بده. ستيل اللبس يعني الجاكيت الجينز مثله. أنت هيك بالأساس. أنا هيك أساساً. طلع أقول لي معقولة عم يقلدني وليد بيك. عم بيقلدك؟ عم يقلدني. عم يقلدني معقول؟ ما بيصير. ما هيك؟ مبلا هيك. عم بسألك. أوكي. مبلا هيك هو عم يقلدني. يعني أنا بحبه لسعد الحريري. نعم. أساساً عرفت كيف؟ وما كان قصدي تشبه فيه يعني عرفت كيف؟ بس تكوين وجه كانت العالم تقول لي يعني إنه أنت فيك شبه لسعد الحريري. فلما عملنا اللوك زيته فزادت العالم تقول لي انه عم تشبه سعد الحريري بشكل كبير. طريقه تمشيط تمشيط الشعر اكيد كانت غير هيك شوي. صرت بلش طول شعراتي مثل رئيس سعد الحريري. ليه؟ عن شو بدي اقول شيء ان شاء الله شيخ سعد تشبهه بالوجه وبالجيبه وبالمصاري. الله يخليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مواطن لبناني بيشبه رئيس الوزراء، أي امتيازات بتعيشها بالحياة اليومية؟ في امتيازات معينة بتعيشها؟ يعني بحس حالي ما بقلك غريب عن العالم، بس إنه العالم بتطلع فيك بنظرة نظرة رئيس حكومة. نعم. فهذه بتعليلي شوي هيك بحسها من شأني يعني. شعور حلو، شعور حلو. وامتيازات جوزيف، عندك امتيازات لأنك بتشبه وليد جمراط؟ امتيازات لا ما في. يعني نوع من امتيازات، نوع من يعني هلا بنبسط بيقولوا لي بتشبهه مثلا. ايه؟ بنبسط انه هالشغل. لا ما تقول لي هيك مثلا، اوعى تقول مثلا انه انا بشبهه ولا شيء. لا بنبسط فيه انه اوكي بشبهه. هلا ربنا خلقنا هيك يعني. نعم. عرفت كيف؟ بس انه بشبهه اوكي بشبهه. شو بو؟ ليش شو بو؟ بو شيء ما بو شيء منيح كثير. شو كانوا يشوفوا نقاط تشابه بينك وبين نقاط تشابه كانت المرحوم الشهيد رفيق الحريري كثير كانت بالشبه الوجه بطريقه الحكي طريقه طبيعه الشغل كمان بنفس الوقت والجسم واللبس تبعي تقريبا قريب على لبسه هو بطريقه زي اللي بيلبس فيها هو. يعني طريقه الحكي كيف يعني بحكي تقريبا بالاسلوب شوي قريب على لهجته او شيء يعني. هيدي اكتسبتها بعدين بعد ما صرت تشبهه اكثر يا من قبل من الاساس من انت لهجتك من الاساس انا لهجتي هيك يعني يعني مش صحيح هالكلام بس بطلع معي عادي. دايما بتقولها مو صحيح هالكلام؟ بقولها كثير يعني. من زمان؟ من زمان بقولها كثير. قبل استشهاد الرئيس لما كانوا الناس يشوفوك شو كانوا يقولوا لك؟ كانوا مثلا اذا كنت بمجتمع معين او شيء مثلا ببنك او شيء كانوا مثلا يسهلوا لي اياها. مرقوا الشيخ رفيق مثلا عنده شغل بيكون كثير مثلا بمر على حاجز عسكري مثلا اذا كنت بسياره معينه في ناس بدوا لي تحيه بيكون عدم انتباه يعني. سويتو جبار 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 خدعتني ضحكتو وخانتني دمعتو وما كنتش أعرف قبل النهاردة إن الحنان يفضل يهون بالشكل ده ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده جبار
إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية، turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.